مستمر أيها الحبل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. أعلنت انطلاقة الشوط الخاص للبكار اللقاية، وهنالك أيضا ختامي البكار، ثم ننتقل للقعدان، ثم ننتقل لأشواط الرئيسية أشواط الكاسات. ما شاء الله، أعلنت انطلاقة الشوط الخامس، يحمل أسماء كبيرة وأعداد جميلة وأعداد ما شاء الله، يحمل لنا طموحات كل المشاركين والمتابعين وأعضاء جروب النشامة ليكونوا حاضرين ومتابعين. نتمنى لهم التوفيق والموسم القادم، أيضا على الأبواب والموسم القادم. أربع سيارات مقدمة من أعضاء الجروب، وهنالك سيارتين أيضا للإنتاج الشخصي وسيارتين للأشواط المفتوحة. نشكر أيضا أعضاء جروب النشامة وإدارة جروب النشامة، أيضا المقدمة وصلارة، المقدمة مصيحة وصالح بن فرج بند الموك المري، من يقدم مصيحة بأداء جميل واندفاع أيضا كبير. المركز الثاني وصل التواقة وعبد الله بن حمد الشرقي، دخول على المركز الثالث ما شاء الله. وصلت الشاهينية سعيد بن ناصر الشيبة، من يقدم الشاهينية، دخول على المركز الرابع. وصلت فزعة 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 وسعيد بن علي الحفار، ايضا انتوزع بهذا التحدي. المركز الخامس وصلت الذيبة وعجيان بن محمد بن جار الله الزرمان، من يقدم الزيبة بأداء جميل واندفاع ايضا كبيرة وانطلاقة مميزة. خمسة مراكز اولى زعناها على حضراتكم كاملة مكملة، ما بعد الخمسة المراكز الأولى، ما بعد الخمسة نجوم أسماء حاضرة وتحدي كبير واندفاع مميز ما شاء الله، اندفاع ايضا مميز وانطلاقه جميله. المقدمه وصداره ما زالت مصيحه مصيحه، وصالح بن فرج بدل الموك المري، من يقدم مصيحه باداء جميل واندفاع وانطلاقه ايضا كبيره وتحدي كبير. ثاني الاسماء دخول ما شاء الله، الشاهينيه هو ناصر بن محمد الشيبه، من يقدم الشاهينيه سعيد بن ناصر الشيبه، دخول ما شاء الله وتبارك الرحمن، اداء جميل الى المركز الثاني ما شاء الله ما شاء الله. الذيبه وعجيان بن محمد بن جار الله الغرمان، من يقدم اداء جميل واندفاع ايضا كبيره. ثالث الاسماء تراجعت، هنالك الشاهينيه وناصر بن الشيبة، من يقدم سعيد بن ناصر للشيبة ما شاء الله. المركز الرابع دخول من مصيحة وصالح بن فرج بن دلموك، وصلت فزعة ما شاء الله، انتصفت المسافة ووصلت فزعة لتفزع بأداء جميل وتحدي كبير، هو سعيد بن علي الحفار. ولكن العودة وين؟ إلى مصيحة وصالح بن فرج بن دلموك ما شاء الله. بن دلموك يغادر بتحدي وانطلاقه ايضا كبيره وتحدي جميل ما شاء الله، وتبارك الرحمن اداء ايضا جميل. وصلت ايضا ما شاء الله الذيبه وعجيان بن محمد بن جار الله الزرمان، دخول مصيحه على المركز الثالث، مصيحه وصالح بن فرج بن دلموك، وفزعه ايضا سعيد بن علي، ايضا من يقدم فزعة سعيد بن علي الحفار. وخامس الاسماء الشاهينية وسعيد بن ناصر للشيبة ما شاء الله. نحن اقتربنا من لائحة الانذار ولائحة الاعلان، الاعلان وين يا راعي مصيحة؟ احنا اقتربنا من لائحة الكيلو متر، من لائحة الكيلو متر، الكيلو ما بعده كيلو، كيلو ما بعده كيلو، إلا كلمة الناموس، إلا كلمة التحدي يا بن دلموك روح. الكيلو متر الأخير، كيلو التحدي، كيلو ما بعده كيلو ما شاء الله. مصيحة ترقص وحيدا وتغرد وحيدا خارج السير ما شاء الله ما شاء الله.
مصيحه 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 خلاص اعلنت الاغلاق بهذا التحدي الكبير واعلنت انطلاقتها المميزه واندفاعها. ما شاء الله يا بند الموك الموسم الموسم الغادم على الابواب. ولكن وصلت فزعه 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 وسعيد بن علي الحفار ومصيحه مصيحه مصيحه وصالح بن فرج بند الموك ما شاء الله وتبارك الرحمن اداء جميل واندفاعت مصيحه مصيحه ما شاء الله مصيحه واداء جميل وهنالك ما شاء الله مصيحه ومصيحه الورقتين رابحتين يا بند الموك روح بتحدي كبير وانطلاقه ما شاء الله. ولكن تحركت فزعه تحركت فزعه فزعه وسعيد بن علي الحفار من يقدم اندفاع وانطلاقه مميزه ما شاء الله وتبارك الرحمن فزعه 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 يا الحفار فزعه قويه ومصيحه مصيحه وفزعه من دلموك الحفار الحفار ومصيحه مصيحه والامتار المجنونه والحاسمه مصيحه مصيحه سلام يا من دلموك سلام مصيحه مصيحه حتى النهايه يرحب 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 بمصيحة وصالح بن فرج بن الموك سلام سلام بن الموك سلام. المركز الثاني ما قصرت العصا في البطاقة ما شاء الله فزعة وأيضا سعيد بن علي الحفار من فزع بهذا التحدي الكبير. ثاني الأسماء ثالث الأسماء وصلت ما شاء الله الذيب وعجام بن محمد بن جار الله الزرمان. التوقيت الزمني ساعه وصول مصيحه لخط النهايه قطعت مسافة 4 كيلومترات في زمن وغدرة و 6 دقائق 22 34 جزء. تهانينا لمالك مصيحة صالح بن فرج بن دلموك المري تهانينا والناموس.